Okay. Okay. Salve. في زومبيون هنا. في زومبيين وحركات. طيب نذبحهم ولا زلي بليو؟ اتوقع زلي بليو احسن، ولا نجرب؟ لا والله ما ابغى جازف. بس جهز مسدس احتياط. What was that? Oh shit. Hey, what'd you guys find outside? Not a damn thing. Well, how do we know? What was that? Look out! Infected! هبل فيهم. ايوه ايوه بالضبط. ذبحوا بعض ذبحوا بعض. ايوه اطلق عليه. صح عليك يا زاحف، قوي انت مره قوي. ما كانت باللي توقعتها بتكون افضل من كذا صراحه. الطريقه اني بذبحهم فيها مو بالش اسمه، توقعت اني بذبحهم بطريقه افن من كذا، لكن يبدو انه الاهم ان ذبحناهم. خلينا ناخذ الرصاص اللي اخذناه. اوكي، اهم شيء الثانيين هذولاك ماتوا خلاص، هذا المهم، هذا المهم جدا. اوكي في اشياء هنا جوا خلينا ناخذها. اها هي اشياء ثانية ولا لا؟ يبدو ان في شيء هنا. يب، مو هنا، لا هنا ما في شيء. هنا ما في شيء. اوكي، ليش احس انه شو اسمه ذي القزازه احسن من الطابوقه لما تجي ترميها؟ ما ادري ليش كذا، بس ترى احس احساس، ولا هي ترى بتوقع على نفس الشيء؟ ما احس انه في فرق اصلا. اوكي، في شيء هنا يمكن. يب، في رصاص وفي قنبله، في طرطيع ثوم. اوكي يمكن بنروح من هناك حنا، ف يمكن ما ادري، لانه في طريق ثاني من ورا. والله قبل شيء كان في طريق من ورا. اوه، هذا الطريق اللي جينا منه. جول هنا. والله ما اعطونا ذا الرصاص الا لانه في بلا بعد شوي. شكلها كذا، ترى شكل النظام يعني يجهز نفسك بالرصاص، لانه ترى في بلاوي زرقاء. اوكي، اهم شيء ما في احد وراي. اوكي،
gonna get him. I gotta do something. Fast. يا إلهي كثرهم دول. اوكي في Ellie, you gotta do something. Oh shit. Fuck it. شلون شافني قبل شوي؟ يا ابن الايه Over there. Heads up. I'm gonna kill Okay. هات هذا شكرا. عطني هيلث. اوكي. انا اقول نهيل نفسنا. يب. افضل. ولا نجازف صراحة. اوكي. اتذكر ان كنا نقدر ناخذها. بالغلط بالغلط رميت البتاع ما كنت اقصد اني ارميه ترى اوكي وين الباقين اوكي في واحد هناك بنذبحه اول هدوء هدوء هذا بيموت هذا بيموت موت شنيعة It's now or never. Okay. طعن أبوه في الظهر. Okay. باقي انا اقول نذبح الحبيب هذا اللي جالس يحاول يفتح الباب فتح الباب ابن الايه اوكي اتوقع ان سوينا شيء غلط لانه نعاد الشيء ذا فالظاهر انه المفروض انه ما نخليهم يذبحون ما نخليهم يدخلون يعني شلون ما نخليهم يدخلون طيب اوكي المفروض انه الاثنين هم انفجروا يب ايش رايك تروح ذيك الجهة؟ كفو طعن ابوه كفو اوكي وضعنا ان شاء الله ان شاء الله في السرير اوكي بقى احد؟ ما اتوقع جول حبيبي جول يا قلبي اح
by the door. Got her pinned down. Go finish her. Get her. Fuck you. Fine. You want to do this? Let's do this. طيب يا عيال الايه انا اوريكم اح طلق علي تطلق علي يا حيوان في واحد فوق والله في اثنين فوق اوكي هذا معاه رايفل هيد شوت اوكي وين الاثنين وين النفر هذا هو هيد شوت احي عن شكلك يا ابن الايه يعجبني ان تعالج نفسها وهي تمشي هذا شيء مره مميز اوكسو كرافت الله يخليك شكرا لك هذه مره فادتنا قبل شيء نظبط لنا واحده اوكي هيد شوت اوكي هذا نفر هنا احد من ايه لا 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 يا حيوان لا يا شيخ شكلي بموت اح اوشت 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 لا 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 الله يخليك لا تكفى ابغى رصاص اوكي انفكتد هناك اوكي كويس لا يا شيخ جبنا واحد فيهم انقلع. If anyone's alive, don't even think about surprising me. You'll end up like your friends. You hear me? Yeah. Okay. وضعنا ما كان في السليم يا عيال. وضعنا ما كان جيد أبداً. كنا بنموت مرتين. وجبنا العيد مرتين. وجمع علينا انفكتد مرتين. فوضعنا ما كان في السليم أبداً. Okay. خلنا ناخذ رصاص عشق المسدس حقنا نشوف في اشياء هنا نقدر ناخذها ايوه كويس كذا ايوه عبي من عندك هذا فل بس كانت مداهمه صراحه جميله جدا اوكي خلنا نحاول ندخل الحين عند جول تعال افتح الباب هنا بسرعة بسرعة تحس القصة قصتين مع نفس الوقت okay, find something to prop it up with هذا الشيء okay, go.
يلا تعالي وشد كفو يلا اسلم والله زاحفه ذي اسلم لا 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 يرحم ابوكم لا لا يا ابن ليه يعني كفو لا طعني ابوه اح في المخ والله ما حد قال لكم ما حد قال لكم تسمعون اغاني ترقصون زي المهابيل انا اللي اتوقع قاعد اعلمها وانت تروح الحين اسم والله اعطتها الدزه لا 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 عندي احساس ان في نهايه المطارده هذه بتقولها ساعديني وبتسحب عليها عرفت احس كذا هي هذه اللي بتسحب علينا وبتزعلون وبتنسى البوسه اللي اعطتها اياها كله كله بسبه البوسه صدقوني هي هي البلا لا اه لا اه I think it's clear. Ellie. Ellie, your arm. No. No, 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 no. Don't worry. I've done this before. I'm kind of an expert. Ish. Just stay calm. Stay calm. There's some more stuff over there you can break. What are we gonna do? The way I see it, we got two options. Option one, you take the easy way out. It's quick and painless. I'm not a fan of option one. Two, we fight. Fight for what? We're gonna turn into one of those things. There are a million ways we should have died before today. And a million ways we can die before tomorrow. But we fight for every second we get to spend with each other. Whether it's 2 minutes or 2 days, we don't give that up. I don't want to give that up. My vote? Let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together.
wants option three. Sorry. Come on. Let's get out of here. يا ساتر، توقعت النهاية بتكون غير صراحة. أنا توقعت غير، ما توقعت أنها تكون كذا. ذكرت شيء لما كانوا قاعدين يسولفون قبل شوي مع بعض، إن أتذكر إلي قالت الجول من قبل، إلي اللي البنت اللي نلعب فيها قالت الجول اللي هو رحنا نساعد الحين، إن لما ورته العضة، أو أتذكر في أول الحلقات يعني لما ورته العضة قالت له إنه أنا ترى انعضيت بس إني ما تحولت، بس أخوياي كلهم أو صديقاتي كلهم تحولوا. أتوقع أنها كانت تقصد هذه البنت. هذه البوسة وما تسوي، شفت شلون اللي شيء جدا غريب. لكن صدق ما توقعت النهاية كذا بتكون، توقعت النهاية بتكون شيء ثاني. على الأقل أنه كان ممكن هي بتروح وإلي بترجع ما أدري، كانت نهاية ثانية في بالي، ما كانت النهاية هذه. بس حلوة، حلوة صراحة النهاية، مرة مرة حلوة، جدا جدا رهيبة. بعد من ناحية رأيي في الإضافة، أشوف إن الإضافة مرة كويسة، مرة مرة كويسة. بعد من الأفضل لعبة صراحة لعبتها، ما أبغى أقول في الجيل الماضي لأنه ما صار لنا 3 شهور على الجيل الماضي أصلا، لكن أبغى أقول من أفضل الألعاب اللي لعبتها حياتي صراحة، من أكثر الألعاب اللي استمتعت فيها، خصوصا اني بديت اتعمق في ألعاب المغامرة أكثر من ألعاب الشوتر، لأنه أحس أنها هي المتعة أكثر. يا شكرا على الناس اللي قاعد تتابع المقاطع وشافت المقاطع، وإن شاء الله أنها عجبتكم، يعني إن شاء الله أنها عجبكم التختيم هذا الخفيف اللي كان في القناة. بإذن الله راح أشوفكم في التختيم الجاية، شهر فبراير، نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارتش، في ألعاب جدا كثير نازلة، ف بإذن الله راح تشوفون كوكتيل من الألعاب في القناة بإذن الله، وإن شاء الله أني أقدر ألحق عليهم كلهم. أدري أني تأخرت في رفع الحلقات هذه، لكن كان السبب أنه ما كانت عندي اللعبة، فاضطريت أني أستعمل أكاونت أو حساب شخص ثاني، ما قصر، شكرا له. يب، إن شاء الله أشوفكم في أقرب مقطع جاي، وأشكركم على المشاهدة. Take care, keep smiling. السلام عليكم.